مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم اسبوع جديد، هو مش بس اسبوع جديد، خلينا نقول رحله جديده. اللي فات نقطه ومن اول السطر ونبتدي صفحه جديده مع النادي الاهلي. برحب طبعا بكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده من السادسه، يوم الدربيات والكلاسيكيات. طبعا النهارده يمكن كلاسيكو دي لوس كلاسيكوس، البارسا والريال للاسف الشديد فقدت جزء كبير جدا من حلاوتها ومن رونقها برحيل ميسي وكريستيانو، لكن تبقى طبعا المباراه الاهم النهارده واللي يمكن شغاله دلوقتي مانشستر يونايتد في مواجهه ليفربول في ظل تالق الحقيقه ليفر بقياده طبعا نجمنا المصري محمد صلاح اللي عمل اسيست في اول مباراه، احرز من خلاله نبي كايتا الهدف الاول ليفربول، والنتيجه حتى اللحظه 2-0. كل التوفيق لصلاح والليفر، ونتمنى انه صلاح يسجل النهارده للمره العاشره على التوالي عشان يحافظ على فرصه في الاحتفاظ برقم قياسي متسجل باسمه مع قمم ونجوم ليفربول. النهارده بالليل كمان هيكون معاكم مع ماتشين في منتهى الاهميه. الماتش الاول هيجمع بين الانتر وبين اليوفي في قمه الكالشو الايطالي، وكمان هيكون عندنا لقاء متعه بين الكبيرين في ليج 1 او الدوري الفرنسي ما بين بي اس جي وما بين مارسيليا. نتكلم على ماتش امبارح، ومره ثانيه مبروك فوز عريض على فريق ضعيف. يعني خلينا نحط الامور في نصابها الصحيح، ولكن خلينا نقول انه العرض وانه النتيجه مرضيه الى حد كبير في ظل فتره من فترات عدم الاستقرار، وخلينا اقول كمان وعدم الرضا عن اداء الاهلي في المباريات الاخيره، واخرها طبعا مواجهه الحرس الوطني في مباراه الذهاب واللي انتهت نتيجتها بنتيجه 1-1. هو ده الوضع الطبيعي وهو ده المستوى الطبيعي اللي كان مفترض انه الاهلي يظهر بيه بدايه من المباراه الاولى. ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت كتير غير تواجد تقريبا محمد مجدي قفشه وانك انت بتلعب على ارضك. لكن في النهايه في كتير من علامات الاستفهام، وقبل ما اطرح على حضراتكم علامات الاستفهام مهم جدا اقول انه انا بعتبر او احنا بنعتبر في السادسه هنا انه المباراه بتاعت امبارح هي نهايه فتره الولايه الاولى لموسيماني. يعني مش هنقسمها مواسم، هنقسمها انه الراجل من ساعه ما حضر لغايه لما وصلنا لتجاوز الحرس الوطني في الدور 32 دي مرحله مكتمله، بصرف النظر انها يمكن تضم مباريات او مواجهات في ثلاث مواسم مختلفه. ليه بقول نهايه مرحله؟ لانه ابتداء من مباراه الاسماعيلي كل الظروف وكل الاسباب اللي ادت في بعض الاوقات لتراجع مستوى النادي الاهلي او لخساره القاب وبطولات من النادي الاهلي هتنتفي بدايه من مواجهه الاسماعيلي. سمعنا طبعا ومنها تحيه يمكن هي ما كانتش ابدا شماعات، هي كانت اسباب في اوقات كثيره جدا منطقيه، واسباب في اوقات كثيره جدا قبلها جمهور النادي الاهلي وتحملها جمهور النادي الاهلي ووافق عليها جمهور النادي الاهلي. كنت بتكلم عن اجهاد، كنت بتكلم على اخفاقات بسبب عوامل خارجيه منها مثلا التحكيم او الفار، كنت بتكلم على ضغط مباريات، كنت بتكلم على عدد بطولات، كل دي كانت اسباب منطقيه جدا ادت لانه الموسم ما خرجش بالشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي. والشكل اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي انه كان يحقق كل الالقاب، وكان في استطاعتنا ان احنا نحقق كل الالقاب، ولكن الجمهور قبل ده. هقول الجمهور الاهلي قبل بده. لكن بدايه من مباراه الاسماعيلي ووصولا لنهايه الموسم اللي جاي، اعتقد انه كل الاسباب اللي اتكلمت عليها دي، اجهاد، تلاحم مباريات، اصابات، عدد بطولات، تلاحم مواسم، كل ده مش موجود. قائمه الاهلي زي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا واحنا بنحضر بدايه الموسم، واللي تابعونا هنا في السادسه مع كل ضيوفنا ونجومنا وخبرائنا اللي حللوا شكل الاهلي في الموسم الجديد، قائمه الاهلي تسمح ان يكون عنده فرقتين، وبالتالي الدور هنا والكوره هنا في ملعب مصر موسيماني عشان يقدم موسم يفترض ان هو يكون الموسم الافضل ليه مع النادي الاهلي، ويمتع جمهور النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بامكانيات الفرقه وباسم النادي الاهلي طبعا. امبارح كان في بعض التحفظات، يعني طبعا سكور عالي جدا مش عايزه خلينا ما نبصش لبعض السلبيات، ويمكن احنا هنتكلم على مباراه النهارده بالتفصيل، وبالتاكيد هنروح كمان لمباراه الاسماعيلي. لكن يعني انا فكره انك انت تستقبل هدفين في بدايه الموسم من فريق متواضع بحجم الحرس الوطني دي بالنسبه لي اشكاليه، وخصوصا مع التالق طبعا علي لطفي في مباراه امس، وتالق علي لطفي في مباراه الذهاب ده بشهاده الجمهور وباختيار الجمهور، ده مش وجهه نظري الشخصيه او مش رايي الشخصي، لكن مع تالق علي لطفي في مشاكل في دفاع النادي الاهلي. عشان توصل لفكره القوه او الصلابه الدفاعيه المطلوبه واللي تليق واللي معروفه
عن النادي الأهلي على مدار تاريخه كله، وعشان توصل للشراسة الهجومية اللي برضه معروفة عن النادي الأهلي. وأعتقد أنه النادي الأهلي حقق ده بشكل كبير جدا مع مستر موسيماني. أرقامنا، بطولاتنا، أهدافنا في الموسم الأخير أو في الفترة الأولى، سميها فترة الولاية، خلينا نسميها فترة الولاية. فترة الولاية الأولى بتقول أنه شكل الأهلي الهجومي ما فيهوش مشاكل كتير، عانينا في بعض الماتشات من اللمسة الأخيرة لكن هجوميا أنت فريق فعال وفريق قوي وعندك قدرة على التهديد وصناعة الفرص وإحراز الأهداف بشكل كبير، لكن دفاعيا علامة استفهام. النقطة الثانية كانت مرتبطة بمصيدة التسلل اللي عملها فريق الحرس الوطني واللي ما قدرش النادي الأهلي يتعامل معاها، وسقط لاعبي النادي الأهلي في عدد أو في رقم قياسي من مرات التسلل على مدار المباراة، واللي لو نجحنا في التعامل معاها بشكل كبير جدا كانت النتيجة بقت أضعاف مضاعفة. ونقطة الثالثة الحقيقة اللي كانت بالنسبة لجمهور النادي الأهلي مش بالنسبة لي أنا بس علامة استفهام كبيرة جدا، كانت محمد محمود اللي كتير من جماهير النادي الأهلي وخصوصا بعد ما حسمت المباراة وصلنا على الأقل الدقيقة 70، كانت النتيجة تقريبا في الوقت ده 5، كانت مستنية ظهور محمد محمود وبتسأل لو محمد محمود ما خدش في مباراة زي دي في وقت زي ده مع سكور زي ده ممكن ياخد إمتى. أتمنى من الجهاز الفني إنه يدي لمحمد محمود في الفترة الجاية، وبرضه بقول دي مش وجهة نظري الشخصية، دي وجهة نظر كل جماهير الأهلي أو أغلب جماهير الأهلي إنجاز التعبير. طيب نبتدي مع حضراتكم موسم جديد واحنا رايحين لمباراه مهمه، احنا بنبدا مباراه في منتهى الاهميه ومباراه صعبه طول عمرها، ايا كانت الظروف المحيطه بيها وايا كانت حاله الفرقتين، انت بتبتدي بواحد من اقوى الدربيات، مباراه بتنتظرها جماهير الكره المصريه وبينتظرها جماهير الاهلي والاسماعيلي من الموسم للموسم. بدا الموسم ده بمواجهه الاسماعيلي ان شاء الله، المباراه اللي هتتلعب يوم الاربعاء اللي جاي. انا عايز اسمع وزي ما قلنا لحضراتكم من بدايه الموسم ده وتحديدا من مباراه الاسماعيلي، عايزين نسمع الجماهير النادي الاهلي صوت وصوره في السادسه. على صفحات السوشيال ميديا هيكون في بوست موجود، ابعت لنا رايك بالفيديو، احنا مش عايزين كومنتس على السوشيال ميديا، مش عايزين حد يكتب، احنا عايزين نسمع ونشوف جماهير النادي الاهلي بتقول ازاي تابعت اداء النادي الاهلي في مباراه العوده اللي اتلعبت امبارح قدام بطل النيجر الحرس الوطني، ومستني ايه في مباراة الإسماعيلي في انطلاقة مشوار الأهلي في الدوري. سجل رأيك صوت وصورة وإحنا هنذيع على قد ما نقدر، طبعا مش هنقدر نذيع كل آراء لكن هنختار من آراء جماهير النادي الأهلي وهنعرضهم هنا صوت وصورة على شاشة الأهلي في السادسة. وزي ما هنعرض على حضراتكم نتيجة اختياراتكم، وأرجوكم يعني جماهير السادسة أو يعني الناس اللي بتتابعنا باستمرار في السادسة عارفة كويس قوي إيه أهمية إن إحنا نختار أفضل ثلاث لاعبين في كل مباراة للأهلي بصرف النظر عن مستوى الفرقة ككل أو بصرف النظر عن النتيجة، عشان للأسف الشديد لغاية النهاردة في ناس ممكن ما تكونش متابعة السؤال بيستفزها شوية، أنا متفهم ده جدا، بس مش ممكن تكون حضرتك صح وعشرات أو مئات المشجعين اللي داخلين على الصفحة أو داخلين على البوست بيختاروا أفضل ثلاث لاعبين يكونوا غلط، يعني ده منطقي. بص كده على تعليقات الناس ممكن تفهم. طبعا على صفحاتنا برضو على السوشيال ميديا هتختاروا افضل ثلاث لاعبين في مباراه الامس، واعتقد ان اختيارات النهارده سهله، لكن في اختياراتكم لمباراه الذهاب طبعا زي ما اتكلمنا على مدار الاسبوع اللي فات وقلنا الاداء ما كانش مرضي بشكل كبير، قلنا انه الاهلي ما كانش في حالته، قلنا كنا منتظرين عرض افضل من كده، لكن ده ما يمنعش، بقول للناس اللي مش متابعه او مش فاهمه، ده ما يمنعش وما ينفعش انه يجي على حقوق اللعيبه اللي اجادت. اتفقنا ان احنا بنعمل ده مش عشان نسمع تقييمكم لافضل لاعبين في مباراه، احنا بنعمل ده عشان نعمل تحليل منطقي لراي او وجهه نظر جمهور النادي الاهلي في افضل لاعب في الاهلي على مدار الموسم. طيب زمايلي بيبلغوني ان محمد صلاح جاب الهدف الثالث وبكده يبقى رفع رصيده من المباريات المتتاليه اللي بيسجل فيها لصالح ليفربول ل10 مباريات متتاليه، وده رقم قياسي جديد بيحققه محمد صلاح، كل التوفيق طبعا للنجم المصري. صلاح السنه دي فايق جدا، صلاح السنه دي ابهرني انا شخصيا، يعني انا سعيد وفخور ومبسوط انه صلاح في المواسم الاخيره متالق ووصل ان هو يتوج بعدد كبير من البطولات، تشامبيونز ليج، دوري انجليزي، خد القاب فرديه منها يعني افضل لاعبي ليفربول، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي مره واثنين، لكن الحقيقه السنه دي صلاح في حته تانية خالص، يعني ممكن تتوقع انه صلاح يتطور بالشكل ده وبالسرعه دي في الموسم ده، لكنه قدر يعملها، تركيز على اعلى درجه مستوى، الراجل عارف هو عايز ايه، الراجل بيسعى بكل قوه لتحقيق هدف، بعد ما بيحقق هدف
بيحط الهدف اللي بعده قدام عينيه، وعنده قدره وعنده مثابره وعنده اصرار وعنده عزيمه انه يروح دايما لبعيد. كل التوفيق ليه. السنه دي اصوات كثيره جدا 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 بترشح، مش مصريه بالمناسبه عشان ما يقولوش في تحيز، بترشح محمد صلاح انه يكون افضل لاعب في العالم، وهو لها ان شاء الله باذن الله لقب يكون بتاعه السنه دي. طيب الكلاسيكو الاسباني خلص خلاص 2-1 لصالح ريال مدريد. برشلونه قدر يرجع نوعا ما في النتيجه، لكن انتهت المباراه لصالح ريال مدريد في النهايه. طيب خليني اقول لحضراتكم بقى، ارجع تاني لبدايه كلامي، ليه احنا بنعمل افضل 3 لعيبه في كل مباراه بصرف النظر، اتمنى ان انا اكون بقولها لاخر مره ومش هتعب ان انا اشرحها للناس، يمكن في ناس بتتابعنا جديده، لكن خليني اقول لحضراتكم ان احنا بنختار كل ماتش من ماتشات النادي الاهلي في كل محطه وفي كل بطوله افضل 3 لاعبين من النادي الاهلي بصرف النظر عن النتيجه وبصرف النظر عن المستوى، لانه بالتاكيد في لعيبه اجادت. يعني في مباراه، انا مش عايز اعلن النتيجه دلوقتي، عايز اعلنها على مدار الحلقه، بس في مباراه الذهاب الكل اجمع على انه اكرم توفيق كان من نجوم المباراه، فمش معنى انه الفرقه مش في حالتها او ان الاهلي ما حققش النتيجه المطلوبه او انه المستوى مش على قد طموحات جمهور النادي الاهلي ان احنا نظلم اكرم توفيق واي اسم من اسماء اللعيبه اللي اجادت في المباراه. عشان كده بصرف النظر بنأكد تاني، وحضراتكم لو تابعتوا جمهور السادسة اللي فاهمة واللي عارفة طبيعة الاستفتاء ده والاختيارات دي، هتلاقوا الناس بتجاوب بمنتهى السهولة، ملناش علاقة بنتيجة المباراة وملناش علاقة بأداء الفرق، ولا بنعمل ده عشان نستفز حضراتكم، مفيش أي شيء في مصلحتنا إن احنا نستفز جمهور نادي الأهلي، بس حفاظاً على حقوق اللعيبة، وعشان كمان يكون التقييم موضوعي على مدار الموسم، احنا بنعمل ده في كل مباراة للنادي الأهلي، فمنتظرين تقولوا لنا برضو على صفحتنا على السوشيال ميديا مين هم أفضل 3 لاعبين في مباراة امبارح. نبدأ حلقتنا النهاردة بالأخبار والعناوين. الأهلي بيواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. الشناوي يستكمل برنامج تأهيلي في الأهلي. عبد الحفيظ، أغلقنا صفحة إفريقيا للتركيز في مباراة الإسماعيلي. وليد سليمان يغادر المستشفى اليوم بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني. وكيروش يبحث مع الاتحاد ترتيبات معسكر المنتخب الوطني. طيب قبل بس ما اتكلم على اختيارات حضراتكم في أفضل 3 لعيبة في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الذهاب، خليني أقول لحضراتكم أنه إحنا الاستفتاء الخاص بجمهور النادي الأهلي في رأيهم في أفضل لاعب في الموسم الأخير لسه مكمل معانا. ليه؟ لأنه غصب عننا مش بإرادتنا، يعني يمكن دي حاجة ما حصلتش في أي حتة في الدنيا قبل كده، أنه الموسم اللي فات لسه مخلص، الموسم اللي فات لسه فاضل فيه ماتشات الكاس، وبناء عليها عشان يكون الاختيار موضوعي، وخصوصاً أنه الموسم اللي فات كان مشوار طويل جداً، لعب فيه الاهلي كم كبير جدا من الماتشات، وخصوصا ان المنافسه على المركز الاول قريبه جدا بين 4 لعيبه، ديانج وقفشه وشريف والشناوي، الاربعه دول قريبين جدا من بعض، اعتقد يمكن فارق بينهم وبعض 4 أو 5 نقاط، وبالتالي وصول النادي الاهلي لنهائي الكاس او تتويجه بنهائي الكاس معناه انه الموسم لسه فاضل فيه 3 ماتشات. مبدئيا تلعب مع بيراميدز، وبعد كده لو فزت ان شاء الله باذن الله هتلعب مع بتروجيت، وبعد كده لو فزت هتلعب مع الكسبان من الزمالك واسوان. يعني في 3 ماتشات، والثلاث ماتشات دول كفيلين بان هم ممكن يغيروا نتيجه اختياراتكم لموسم كامل، وبالتالي احنا مش هنعلن عن نتيجه الموسم الاخير الا لما الاهلي يستكمل، لو استكمل يعني احنا لسه مش عارفين، هو الاتحاد قال الكاس هيتلعب ما فيهاش نقاش يعني، لكن مش هنعلن النتيجه الا لما الاهلي يكمل ماتشاته في بطوله الكاس. اما مباراه النيجر فهنعتبرها خطوه اولى في مباراه النيجر الاولانيه اللي هنعلن نتيجتها مع حضراتكم النهارده، دي خطوه اولى وحسابات جديده للموسم الجديد، وخليني اقول لحضراتكم جمهور النادي الاهلي وجمهور السادسه اللي عارف ومتابع، وبشكرهم جدا جدا على مشاركتهم وعلى ايجابيتهم يعني في الاختيارات، اختاروا افضل 3 لاعبين في النادي الاهلي، نعلن لحضراتكم النتيجه. في المركز الاول كان يعني بدون نقاش وبدون جدال، وانا قلت لحضراتكم الحقيقه ان الولد مقدم افضل مستوياته مع النادي الاهلي، اكرم توفيق نجم مباراه الاهلي والحرس الوطني في استمرار لنجاحاته، اللي متابع يمكن السادسه عارف انه اكرم كان جاي من بعيد جدا،
في ظل عدم مشاركته بشكل اساسي في الموسم نص الموسم اللي فات، لكن بدايه من اول ما خد فرصه واثبت نفسه كان متالق وقدر ان هو ياخد خطوات كبيره جدا جدا. يمكن اكرم يكون الخامس في الترتيب بعد الاربع اسماء اللي قلت لحضراتكم عليها، بعد ديانج وقفشه وشريف والشناوي، بيجي اكرم توفيق في المركز الخامس وبيبتدي بنفس القوه وبنفس المستوى وبنفس المردود وبيحقق اول ثلاث نقاط في موسم الاهلي الجديد بتحقيق المركز الاول. في المركز الثاني كان علولو نجم الباك الشمال طبعا العالمي الحقيقه صاحب الحلول علي معلول. علي اجاد جدا في المباراه وحاز على اختيار جمهور النادي الاهلي كتاني افضل لعيبه النادي الاهلي. في المركز الثالث الحقيقه اللي ما بيخيبش الظن علي لطفي نجم حراسه المرمى في النادي الاهلي. وخدوا بالكم علي حتى من الموسم اللي فات على الرغم من قله مشاركته الا انه تقريبا بنسبه 90 او 95% عدد الماتشات اللي شارك فيها علي لطفي كان بنسبه 95% موجود في اختيارات الجمهور، وده معناه انه الولد كل ما بيجيله فرصه كل ما بيحسن استغلالها وبيأكد على انه حارس مرمى مستواه كبير ومستواه عالي جدا. وهو مع الشناوي ومع الاثنين اللي طالعين الحقيقه سواء شوبير او حمزه علاء ان شاء الله باذن الله يطمنوا دايما جمهور النادي الاهلي على مركز حراسه المرمى. نروح لاخبارنا النهارده، طبعا زي ما قلت لكم هنختار مع حضراتكم طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا بقى مباراه العوده. بدايه من النهارده نسمع رايكم، شايفين مين افضل ثلاث لعيبه في الاهلي في مباراه الامس. نروح لاخبارنا النهارده، وطبعا حضراتكم عارفين انه الفارق بين الماتشين، صلاح حط الجون الرابع دلوقتي، تاني اهدافه في مباراته في ديربي. على فكره الماتش بتاع النهارده في منتهى مش بس منتهى القوه لانه بيجمع بين فريقين كبار، لكن كمان بتتكلم على ديربي صلاح رونالدو. يعني احنا عشنا سنين طويله جدا عايشين مع ديربي كريستيانو ميسي، احنا السنه دي بنبتدي ديربي جديد اسمه كريستيانو صلاح، وبالتالي دي واحده من المواجهات المباشره اللي بالتاكيد هتكون عنصر فصل في اختيار افضل لاعب في العالم. المواجهات المباشره قدره كل لاعب انه يكون مؤثر مع فريقه. في الفتره اللي انا تابعت فيها المباراه كان كريستيانو تقريبا غايب تماما، ملوش وجود، ما تحسش انه ده كريستيانو رونالدو وما تحسش بصراحه انه ده مانشستر يونايتد اساسا، على الرغم انه الفريق السنه دي بيملك تشكيله في منتهى القوه. يعني كنت بتكلم مع الزملاء قبل الحلقه على طول انك عندك خط هجوم ناري، سانشو مع راشفورد مع رونالدو مع كافاني وراهم برونو فرنانديز، ده يعني دي تشكيله هجوميه مرعبه الحقيقه. ورغم كده سولشاير مش عارف يطلع من مكنه قماش لغايه النهارده. على كل احوال كل التوفيق لصلاح، وخلينا نتابع اخبار فرقتنا. كنت بقول لحضراتكم انه الفصل الزمني بين الماتشين، بين المواجهه بتاعت دور ال 32 في دوري الابطال امبارح وما بين انطلاقه مشوار الدوري مع الاسماعيلي، ما تسمحش بالراحه، وبالتالي الجهاز قرر من النهارده انه الفرقه تدخل في تدريباتها واستعداداتها بدايه من تمرين النهارده الصبح طبعا عشان تستعد للظهور بشكلها الجديد. انا متوقع انه الاهلي في مباراه الاسماعيلي هيظهر بشكل مختلف مع طبعا تحت قياده مستر موسيماني. راجل ابتدى النهارده بمحاضره فنيه مع اللعيبه قبل التمرين، اتكلم فيها على بعض الامور الفنيه المرتبطه بالتحضير لماتش الاسماعيلي اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاربع في انطلاقه باذن الله نتمناها موفقه لفرقتنا في المسابقه نمسح بيها كل اللي فات. يعني احنا مش عايزين نتكلم في اللي فات كتير، لكن متوقعين ان شاء الله باذن الله من اللاعبين ومن الجهاز الفني يبقوا مدركين تماما لحجم توقعات جمهور النادي الاهلي الموسم كله بدءا من ماتش الاسماعيلي. الجمهور استحمل والجمهور سند والجمهور دعم والجمهور يعني جه على نفسه في اوقات ما كانش المفروض انه يجي عليه على نفسه فيها، وبالتالي ده وقت رد الجميل لجمهور النادي الاهلي. واعتقد ان كل الظروف مهيئه ان الاهلي يقدم افضل كوره وانه ان شاء الله باذن الله يكون عنده قدره. والموضوع مش مرتبط بالبطولات، دايما انا باكد على ده. بالنسبه للجمهور، الجمهور مرضي جدا بالنسبه له انه يحس ان اللعيبه قدمت افضل ما عندها. حتى لو لا قدر الله ربنا ما كتب لناش في النهايه ان احنا نتوج او نرفع كاس او نرفع درع او نفوز بلقب، لكن الجمهور دايما مهم انه يوصل له انه اللعيبه دايما بتقدم افضل ما عندها، اقصى مجهود اقصى تركيز مش بس جوه الملعب
وبره الملعب. ده بالنسبه لجمهور الاهلي مرضي جدا. اما انه ربنا يكرمنا ويوفقنا في تحقيق بطوله من عدمه، صدقوني ما بتفرقش كتير مع جمهور نادي الاهلي. الجمهور ده شبعان بطولات. الجمهور بيزعل لما الاهلي ما بيقدمش كورته، الجمهور بيزعل لما الفرقه ما بتكونش في مستواها، الجمهور بيزعل لما بيحس انه الفريق متراجع فنيا وبدنيا ومهاريا، وبالتالي ده اللي يهم جمهور نادي الاهلي. كمان يمكن بعد التمرين كان في جلسه بين الثلاثي موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان مدرب الفريق عشان يتكلموا على بعض الحاجات الخاصه طبعا بالتحضير والاستعداد للمباراه للمرحله اللي جايه بشكل عام. الشناوي ان شاء الله باذن الله بيستجيب بشكل كويس. خليني اطمنكم على الشناوي، اطمنكم على وليد سليمان. الشناوي بيستكمل البرنامج التاهيلي اللي اتحط ليه عشان اصابته طبعا اتعرض ليها مع المنتخب في العضله الخلفيه، عنده مزق طبعا حضراتكم تابعته اصابته، مع مصر كلها اتكلمت على اصابه الشناوي يعني. وان شاء الله باذن الله استجابته بتقول انه يعني هيكون جاهز في اقرب فرصه. يمكن دكتور ابو عبله قال انه الشناوي ماشي بشكل كويس جدا في تنفيذ البرنامج اللي اتحط ليه للتعافي من الاصابه، واكد انه اللاعب قطع مشوار طويل جدا في تنفيذ البرنامج واموره ماشيه بشكل مطمئن ان شاء الله. كمان وليد سليمان، قبل ما اروح لكابتن سيد عبد الحفيظ خليني اطمنكم على كابتن وليد. طبعا جماهير النادي الاهلي بتحبك جدا يا وليد، بتحبك جدا 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 وبتحترمك جدا وبتقدرك جدا، وده دايما ال 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 الحاجه اللي بيستناها اللعيب اللي بيضحي، اللعيب اللي بتحس جمهور النادي الاهلي انه لعيب بيحط الفرقه وبيحط اسم النادي الاهلي قبل اسمه. ده احساسي مع وليد سليمان وغيره طبعا من النجوم، بس طبعا وليد خطف قلوبنا امبارح بوقعته اللي حصلت في الشوط الثاني من المباراه، للصدام مع الصدام مش متعمد بالتاكيد خالص، ويمكن وليد فقد توازنه حتى قبل ما يقع ورجل الحارس. الزحلقه دي هي اللي خلت وليد يفقد توازنه. يمكن لو ما اتزحلقش كان عارف يتحكم في جسمه او يعرف ازاي يتفادى، او على الاقل يخلي الخبطه تيجي في جنبه او تيجي في ظهره ما تجيش في دماغه، لانها خبطه يعني مؤلمه. يعني الواحد قال يا ساتر يا رب اول ما الصدام ده حصل. بس خليني اطمنكم على وليد. طبعا هو طلع من الملعب على طول على المستشفى وتم اجراء عدد من الاشعه والفحوصات، والنهارده الحمد لله لم يفقد الوعي. بناكد عشان في بعض الناس قالت ان وليد فقد الوعي ووليد فقد النطق، الكلام ده ما حصلش على الاطلاق. وليد لم يفقد وعيه، كان بيتكلم وكان واعي جدا، لكن هو بس مش اكتر من انه الجهاز الطبي كان عايز زياده في الاطمئنان انه يجري بعض الفحوصات على وليد عشان يطمن عليه. وزي ما قال دكتور احمد ابو عبله انه وليد كان عنده ارتجاج خفيف في المخ وتم الاطمئنان عليه وتم اجراء الفحوصات اللازمه زي ما حضراتكم يمكن تابعتوا على شاشه النادي الاهلي وزي ما انتم شايفين دلوقتي. ووليد خرج الحمد لله بالسلامه من المستشفى النهارده، الف الف حمد لله على السلامه. في بعض المواقف كده يمكن ربنا بيحطك في اختبار عشان تعرف غلاوتك وتعرف معزتك، ووليد من اللعيبه الغاليه قوي على قلوب جماهير النادي الاهلي. طب اروح مع حضراتكم لكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اتكلم الحقيقه على المشوار وعلى انطلاقه بطوله الدوري، مشوار الاهلي في بطوله الدوري اللي هيبدا بمواجهه الاسماعيلي، مواجهه صعبه طبعا ومنتظره. قال انه الفريق خلاص اغلق تماما صفحه دوري ابطال افريقيا وماتشين بتوع الحرس الوطني، وبدا في التركيز بقى لانطلاقه موسم جديد بدايه من ماتش الاسماعيلي اللي جاي ان شاء الله، اللي هيكون يوم الاربعاء في بدايه بطوله الدوري. كابتن سيد الحقيقه كمان اكد انه النتيجه الايجابيه اللي حققها الفريق في ماتش الحرس الوطني نتيجه هيكون ليها كتير من الايجابيات في الفتره اللي جايه، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني في الفتره الحاليه. وبالتاكيد معنويا اعتقد النتيجه دي نتيجه بس، مش بس الاداء ومش بس النتيجه دي، تفرق بشكل كبير جدا في الحاله المعنويه اللي بيبدا بيها النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي. طيب هنتكلم اكتر على المباراه بتاعه امبارح، هيكون لينا بعض الوقفات على الحاجات اللي بعتقد انها محتاجه شغل في الفتره اللي جايه. هنتكلم كمان على مباراه الاسماعيلي، شكل الفرقه اللي هنواجهها، هنتكلم على المنتظر والمتوقع من الاهلي في قماشته الجديده. اعتقد انه بالتاكيد هيكون في ظهور لصفقات النادي الاهلي، يمكن مش كلها لكن بعضها في مباراه الاسماعيلي اللي جايه. ده هيكون طبعا في محور حلقتنا النهارده. خليني بس اقف مع المنتخب بشكل سريع جدا. يمكن احمد مجاهد رئيس اللجنه المكلفه بإدارة اتحاد الكره استقبل كارلوس كيروش، عارفين انه الراجل طبعا
كان ليه بعض الطلبات سواء فيما يتعلق بالمسابقات المحلية، جدول الدوري العام على وجه التحديد، أو فيما يتعلق بالمعسكرات اللي هيخوضها هيقود فيها منتخب مصر فترة استعداد، سواء للماتشين اللي جايين أنجولا والجابون، أو سواء كمان للمعسكر اللي هيكون قبل انطلاقة بطولة أمم إفريقيا. واتكلم الحقيقة يمكن على تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتناقشوا في الاجتماع ده على كل العوامل اللي ممكن تساعده على تحقيق هدفه. أتوقع أن الفترة اللي جاية هتشهد انضمام أسماء جديدة لتشكيلة المنتخب، وخصوصا من المحترفين المصريين الموجودين بره، واللي منهم أسماء احنا اتكلمنا عليهم هنا كتير في السادسة، ونادينا مرارا وتكرارا يا جماعة بصوا، يا جماعة شوفوا الولاد دول ممكن يضيفوا لمنتخب مصر، وها هو الرجل بدأ ينتبه ليهم بشكل كبير. كل التوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله يكون أفضل. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. كل الأمور وكل الطرق بتقود صلاح أنه إن شاء الله بإذن الله يكون أفضل لاعب في العالم السنة دي. كل التوفيق للنجم المصري اللي الحقيقة لا يعرف المستحيل، واحد من أكتر اللعيبة. يمكن الحقيقة أنا ما زلت عند رأيي أنه محمد صلاح ممكن ما يكونش من ناحية الكرة أفضل لاعب أو أفضل موهبة أنجبتها الكرة المصرية، لكنه بالتأكيد صاحب عقلية احترافية من طراز رفيع. قدرته على إثبات الذات، قدرته على التحدي، قدرته على الإصرار والعزيمة، وأنه يثبت دايما أنه هو الأقوى. النهاردة ليه تصريح مهم جدا بيقول فيه أنا ما بفكرش غير في فكرة أنا أفضل لاعب في العالم، والتفكير لوحده اللي يكفي. بالتاكيد مطلوب منك انك انت مجهود، يعني مش مجهود مش طبيعي، دي حاجه صغيره جدا، ده مجهود خارق الحقيقه عشان انت تترجم الافكار اللي في دماغك دي وتحقق اهدافك بالشكل اللي بيحققه محمد صلاح. واخره يمكن التوهج النهارده في ديربي يونايتد ليفربول. خليني اتكلم شويه معاكم على الكلاسيكو. انا من ساعه ما عرفت كوره، يعني من ساعه ما بدات اتابع كوره واحب الكوره، وانا بشوف انه ماتش البارسا الريال ممكن يكون اهم ماتش او واحد من اهم الماتشات اللي مش ممكن تفوتها. يعني الديربي ده، الكلاسيكو ده، مش ممكن تفوته مهما كانت الظروف ومهما كان انشغالك ومهما كان اماكن تواجدك. ومن ساعه ما ابتديت اتفرج على الكلاسيكو لغايه النهارده تقريبا عمري ما فوت مواجهه، عمري ما فوت كلاسيكو. لكن النهارده ما اعرفش، في حاجه اتغيرت، في حاجه اتكسرت. الكلاسيكو مش هو الكلاسيكو. ودايما بنقول مهما كانت الاسماء اللي بتغيب مش ممكن تاثر على الفريق، وخصوصا لو كانت فرق بحجم البارسا والريال. لكن بالتاكيد ميسي ورونالدو مش بس اثروا على البارسا وعلى ريال مدريد، لكنهم اثروا بشكل كبير جدا على ليجا. عن رايه في الكلاسيكو هنتكلم اكتر مع ميغيل جاموندي، المدير الفني الارجنتيني طبعا، واللي يمكن كان تولى القياده الفنيه لواحد من اكبر الفرق الافريقيه، الوداد البيضاوي المغربي. سينيور ميغيل، طبعا بدايه بشكرك على وجودك معانا، وبرحب بيك على شاشه النادي الاهلي. Thank you very much. It's a pleasure. شكرا جزيلا، بالغ سروري التواجد معكم على قناه النادي الاهلي. خليني اسالك في البدايه، بعد متابعتك للكلاسيكو النهارده، كلاسيكو الارض زي ما بيسموه، بين البارسا وبين ريال مدريد، ازاي تابعت المستوى اللي قدمه الفرقتين؟ وهل بتشوف انه، او هل بتتفق معايا ان دي نسخه باهته من المواجهات اللي يمكن كانت الكره الارضيه كلها بتستناها؟ Yes, of course. I follow the game. نعم بالطبع تابعت المباراة. I think everybody knows. وحتى أنا متأكد أن الجميع يعلم أن هذا الكلاسيكو هو أفضل كلاسيكو في العالم، لكن الآن بدون كريستيانو رونالدو وميسي هو أقل بكثير مما كان في السابق. تراجعت قوة الدوري الأسباني، وأيضا تراجع مستوى الكبيرين سواء الريال حتى رغم فوزه النهاردة تحت قيادة أنشيلوتي، والبارسا تحت قيادة كومان. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ وهل شايف أنه في خطوات إذا اتخذت من الممكن أنه يكون في تصحيح مسار؟ بالطبع في رأيي أن الدوري الأسباني تراجع كثيرا مؤخرا. أعتقد أن الدوري الأسباني كان يحظى بلاعبين كبار حول العالم، ولكن الآن المستوى قل قليلا عما كان من قبل،
لدينا الآن مستويات متقاربة بعد خروج كريستيانو رونالدو وميسي. لدينا أتلتيكو مدريد وإشبيلية، لدينا فرق تنافس الفرق الكبيرة الآن، ولكن ليس لدينا ديربي حقيقي كما كان من قبل. نجد الآن الديربيات موجودة، ديربي في فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، تجد ميسي ونيمار، وتجد لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في ديربيات أخرى، لاعبين كبار لكن ليسوا بنفس التأثير الذي كان في برشلونة وريال مدريد. يمكن الأكثر معاناة هو برشلونة اللي كان يمكن متسيد الكرة العالمية في العشر سنين الأخيرة، سواء على مستوى الليغا الإسبانية أو على مستوى حتى المنافسات الأوروبية. من وجهة نظرك ورغم امتلاكه حتى بعد رحيل ميسي لأسماء من العار الثقيل، يعني ما حدش يقدر ينكر أنه كوتينيو، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، بيكي، تيرش تيجن، لونجلي، كلهم لعيبة من المستوى الأول، يعني لعيبة من نجوم كبار، ورغم كده الحقيقة برشلونة يعاني بشكل كبير. هل الموضوع فقط مرتبط برحيل ميسي، ولا بترى كمان أنه كومان كان ليه تأثير سلبي على مشوار البارسا؟ أعتقد ليس فقط رحيل ميسي، برشلونة يعاني منذ فترة. برشلونة أصبح متأخرا في السنوات الثلاثة الأخيرة. الأمر ليس متوقفا على ميسي وحده. أي نعم، ميسي لا يمكن أن يعوض، ولكن تستطيع إحضار لاعبين جيدين، لاعبين يستطيع أن يعيدوا الأمجاد مرة ثانية. ولكن أعتقد في رأيي أن رحيل ميسي هو كان آخر سبب فيما وصل إليه برشلونة. الأمر أكبر من ذلك، ربما في المستقبل يستطيع أن يحسن قليلا، لكن لن يعود برشلونة كما كان في سابق عهده. مين أقوى الفرق في أوروبا من وجهة نظر ميغيل جاموندي؟ مين الفرق المرشحة على الأقل أنها تحقق لقب الشامبيونز ليج من وجهة نظرك؟ ناو يس، الآن أعتقد في إنجلترا لدينا ليفربول، فريق قوي جدا، هو أقوى فريق حاليا، وباريس سان جيرمان أيضا يضم كوكبة من النجوم، لكن حتى الآن لا يؤدي الأداء المطلوب اللائق بهؤلاء اللاعبين. وأيضا بالطبع بايرن ميونخ هو نادي قوي جدا. وأعتقد أن الأمر بين ليفربول وبايرن ميونخ في هذه الفترة الحالية، ربما ريال مدريد، باريس سان جيرمان، لكن الأمر مانشستر سيتي، ربما 4-5 أندية، لكن الأمر ينحصر بين ليفربول وبايرن ميونخ. بمناسبة كلامك عن ليفربول، وفي الوقت يمكن أنت بتكلمنا فيه مواجهة كبرى، واحد من الدربيات اللي يمكن العالم كله كمان بيتابعها النهاردة، مواجهة بداية بين اليونايتد وبين ليفربول، بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو. بالحقيقة يمكن صلاح اون فاير زي ما بيقولوا كده، متألق بشكل كبير، مسجل هاتريك، والليفربول متقدم بنتيجة 5-0 في المباراة. لأي مدى بتشوف فرص ليفربول بشكل عام في تحقيق الألقاب، سواء بريمير ليج أو تشامبيونز ليج، وانت يمكن حطيتهم الفرق المصنفة، ومن وجهة نظرك برضو فرصتك في حصول محمد صلاح، أو وجهة نظرك في حصول محمد صلاح على أفضل لاعب في العالم؟ أعتقد في رأيي الشخصي ليفربول يستطيع أن يفوز بكل البطولات. أعتقد أن لديه كل المقومات، والآن هو الآن أصبح فريق قوي جدا، هو الأقوى على مستوى العالم بمشاركة قليلة مع بايرن ميونخ، ولكن أعتقد أنهما أفضل وأقوى فريقين الآن. وأرشح ليفربول أن يفوز بدور الأبطال ودور الإنجليزي بالطبع، وأعتقد أنه قادر على حصد المزيد من الألقاب والفوز بالمزيد من المباريات. طيب خلينا نروح للجزء الثاني من السؤال.
أربع أسماء يمكن هي اللي مسلط عليها الأضواء بشكل كبير فيما يتعلق بلقب الأفضل في العالم، سواء البالون دور أو سواء ذا بيست. بحكم العادة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بحكم إن إحنا تعودنا على الاسمين دول يكونوا مفروضين يكونوا موجودين علينا في أي اختيار. وأيضا أصوات كتيرة جدا بتشوف إنه النجم المصري محمد صلاح يستحق، وخصوصا بعد المستوى المبهر اللي بيقدمه الموسم الحالي، إنه يكون بينافس بقوه كبيره جدا على اللقب. واصوات ثانيه كمان بترى انه كريم بنزيما النجم الفرنسي يستحق انه ياخد فرصه المنافسه على لقب الافضل في العالم من وجهه نظر ميجيل جاموندي، مين هو افضل لاعب في العالم؟ حتى الان من وجهه نظري لا يوجد ادنى شك لدي انه محمد صلاح. بالطبع تتحدث عن لاعب لديه ثبات في المستوى، لاعب يتطور عاما بعد آخر، هو صلاح ومن بعده ليفاندوفسكي هما أفضل لاعبين الآن. ميسي ورونالدو بالطبع لاعبان كبار، لكن ليس هذا رونالدو كما كان في السابق، وكذلك ميسي. أعتقد أنهما لا يؤديان كما كان منذ عدة سنوات من قبل. صلاح وليفاندوفسكي الآن أفضل لاعبان على مستوى العالم. هل تتوقع لميسي استمراره في مشواره الناجح مع بي اس جي؟ وإيه ممكن تكون نصيحتك ليه؟ وهل كنت متفق أساسا مع قرار انتقاله للفريق الفرنسي ولا لا؟ لا بالطبع، لم أفضل أبدا أن ينتقل لباريس سان جيرمان. أنا أتفق أن باريس سان جيرمان فريق جيد جدا، لكن لا يليق بميسي. أعتقد أنه كان الأفضل أن يذهب إلى مانشستر سيتي. أعتقد أن ميسي كان سيؤدي بشكل أفضل ويتميز في البريمير ليج في مانشستر سيتي عما هو الحال عليه الآن في باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. أعتقد إذا رأيت كوكبة من النجوم في باريس سان جيرمان كنيمار ومبابي وفيراتي، وهذه كوكبة لم تلمع ولم تتميز في أوروبا حتى الآن، رغم أن لديها أسماء كبيرة جدا. فبالنسبة لي ميسي كان يجب أن ينتقل لدوري أفضل ودوري آخر غير الدوري الفرنسي. ربما عامل السن، ربما مشاكل مالية، لكن ميسي كان يستحق في أن يكون في مستوى أعلى بكثير مما هو عليه الآن. طب هسيب معاك الكرة الأوروبية واتنقل معاك للكرة الأفريقية، وانت يمكن صاحب مشوار فيها مع طبعا واحد من أبطال القارة، واحد من الفرق القوية جدا والمرشحة دايما للمنافسة على كل البطولات، وهو الوداد المغربي. ازاي شفت بداية قدرة النادي الأهلي على تحقيق آخر لقبين على مستوى البطولة الأكبر والأقوى طبعا على مستوى القارة، بطولة دوري الأبطال؟ شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفة. وأعتقد أن الأهلي كان هو المرشح الأبرز في العامين السابقين، وأعتقد حتى الآن يظل هو المرشح. وأعتقد أن الأهلي إذا استمر في الفوز هكذا وإذا وصل النهائي سيكون هو المرشح الأبرز للفوز بالنسخة الحالية. إذا رأيت في أفريقيا الآن لا يوجد فرق بنفس القوة، ويوجد فرق قوية بالفعل غادرت كسيمبا التنزاني وتيبي مازيمبي، ولكن الآن لديك الترجي التونسي والوداد وداد كازابلانكا والرجاء. هذه هي الفرق التي تستطيع أن تنافس الأهلي، وستكون معترك قوي للأهلي في قبل النهائي. سينيور جاموندي بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا. ده طبعا كانت مكالمتنا ومداخلتنا مع ميجيل جاموندي المدير الفني السابق طبعا الوداد البيضاوي حتى اللحظة. خليني أقول للناس اللي مش متابعة أنه الليفر متقدم بنتيجة 5-0، نجمنا المصري محمد صلاح هاتريك، وفي الثواني الأخيرة يمكن بول بوجبا طبعا نجم مان يونايتد اطرد من المباراة. ده معناه أنه سيطرة ليفربول على المباراة هتكون أقوى، وبالتالي إن شاء الله فرص صلاح كمان في زيادة رصيده من الأهداف. كده هو فرق الحقيقة مش بس 10 مباريات متتالية بيسجل فيها، لكن كمان هو بينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في
النسخه الحاليه او في الموسم الحالي، هو اول واحد من لعيبه ليفربول على مدار التاريخ كله او الدوري الانجليزي كله يسجل هاتريك في مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد، رقم جديد بيضاف طبعا لسجل نجمنا المصري. حاجه تفرح الحقيقه، حاجه تفرح، وفي ناحيه تانية في حته بتوجع كده، لاني يعني انا شايف انه عندنا نجوم كتيره جدا كانت تستحق تكون في نفس المكان اللي فيها محمد صلاح، وعندنا نجوم ممكن يكون حد ما يسمعش عنهم حاجه، ممكن يبقى عندهم فرصه ان هم يكونوا في نفس مكان محمد صلاح. الكره في مصر تتغير تماما لو اتفتحت الابواب، ولو عرفنا نطلع المواهب، لو عرفنا نكتشف اساسا محمد صلاح في يوم من الايام كان ممكن ما يظهرش، كان ممكن ما يلعبش في المقاولين اساسا، كان ممكن ما يطلعش بره يلعب في بازل في بدايه مشواره، وبالتالي الاسطوره اللي بتتحقق وبتتكتب على مدار السنين اللي فاتت دي كان ممكن جدا جدا ما كانتش تتحول لحقيقه. بس السؤال في مصر بجد، يعني علينا على الناس اللي مسؤوله عن انها تحط مستقبل الكوره في مصر، تسال في مصر كام محمد صلاح، وازاي نقدر ندي اولادنا فرصه ان هم يبدعوا ويتالقوا ويعبروا عن امكانياتهم. 100 مليون ما فيهمش 30 40 موهبه تقدر تكسر الدنيا زي محمد صلاح؟ اكيد فيه، بس للي يدور. خلينا نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه بعد الفاصل. طيب زي ما اتفقنا في بدايه الحلقه، انا بعتبر انه المباراه بتاعه الحرس الوطني هي نهايه المرحله الاولى لمستر موسيماني مع النادي الاهلي، وبدايه من انطلاقه الموسم او مباراه الاسماعيلي الجايه هتكون بدايه المرحله الثانيه لمستر موسيماني، اللي بالتاكيد جمهور النادي الاهلي في انتظار الكثير فيها، انتظار على مستوى الاداء، على مستوى الفكر، على مستوى البصمه بتاعه مستر موسيماني اللي تكون اوضح بشكل كبير جدا في الموسم اللي جاي، خصوصا ان كل المطبات والظروف الاستثنائيه جدا جدا والصعبه جدا اللي تولى فيها مستر موسيماني المسؤوليه، خبراته مع الكره، الظروف دي انتهت. يعني كل الحاجات الصعبه اللي عدى بيها الجهاز الفني من اول ماتش الرجاء في قبل نهائي افريقيا في البطوله النجمه التاسعه، مرورا بالموسم اللي فات بكل حاجه حلوه وكل حاجه مره فيه، الراجل بالتاكيد ازدادت خبرته مع الكره المصريه، ازدادت خبرته ومعرفته باللعيبه بتاعه النادي الاهلي، ازدادت خبرته بحجم البطولات وكم المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي على مدار الموسم، وبالتالي رؤيته، تخطيطه، بصمته مفترض تبقى احسن بكتير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله بدايه من مباراه الاسماعيلي. واضيف على ده، واللي بتضيف على ده كمان جماهير النادي الاهلي، انه اضاف للسكواد اللي عمل الانجازات دي كلها، وهو جيل اكتر من رائع يحسب ليه الحقيقه الكم الكبير جدا من الانجازات في ظل الظروف دي، اضاف عليها عدد محترم جدا من الاسماء في مختلف المراكز، راس حربه صريح زي حسام حسن، لعيبه يعني جواكر زي كريم فؤاد يلعب باك يمين باك شمال، بيرسيتاو ميكيسوني يلعبوا نص ملعب، يلعبوا جناحين، تشغلهم هنا تشغلهم هنا، واضافه لعوده اولادنا طبعا عمار حمدي واحمد عبد القادر الحقيقه ورقتين اعتقد هيكونوا اضافه كبيره جدا لسكواد النادي الاهلي. خلينا نتكلم سريعا على مباراه امبارح ونشوف فيها ايه الدروس المستفاده، ونشوف طبعا وجهه نظر ضيفنا شريف سالم في المباراه، ونتكلم اكتر طبعا على مباراه الاسماعيلي. شريف مساء الخير، مساء النور، نور الدنيا في السادسه. شكرا. شفت مباراه امبارح ازاي؟ ويمكن خليني اربط بين الماتشين، مباراه الذهاب اللي الاهلي قدم فيها مردود الى حد ما متواضع لا يليق باسم النادي الاهلي ولا يليق حتى بمستوى النادي الاهلي في مواجهه منافس زي الحرس الوطني، وما تبع ده من ردود افعال وعدم رضا من الجمهور على شكل واداء النادي الاهلي، وصولا لمباراه امبارح اللي الاهلي حقق فيها الفوز بنتيجه عريضه 6-1 وتاهل للمهم وتاهل للصعب وهو دوري المجموعات. بالنسبه لي لو هنتكلم عن الماتشين دول بالذات يعني في الفتره الاخيره، فهنتكلم على هو النادي الاهلي كان عامل ازاي هناك وهنا. بالنسبه لي النادي الاهلي ما قدمش اكتر من 25-30% من قوته، كان على مستوى التركيز او كان على مستوى الاداء او كان حتى على مستوى مجموعه اللعيبه الجديده اللي لسه ما دخلتش مع الفرقه. فانا الحقيقه بالنسبه لي هو لا مباراه ال 6-1 امبارح هتحسسني ان النادي الاهلي كويس، ولا مباراه التعادل هناك هتحسسني ان النادي الاهلي وحش. تمام. لان هو انت لما بتيجي تقيس لازم تقيس على قوه حقيقيه. القوة الحقيقية اللي انت بتقيس عليها ما ينفعش ان تكون القوة دي هي قوة، مع احترامي طبعا لفرقة النيجر، تبقى قوة فرقة زي فرقة النيجر. هي فرقة كويسة قوي. أيوه. كفرقة افريقية
كشكل كوره، كان هم عندهم فعلا تكتيك، عندهم تنظيم، لكن الجوده في الاخر فرق كبير، فرق كبير ما بين الجوده. فانا مباراه الواحد واحد مش هتحسسني النادي الاهلي عنده مشكله، ومباراه الستة واحد انا مش هشوف منها الاهلي كويس. ايوه انا هقيس يعني على سكيل حقيقي. يعني احط عنوان ان الماتشين دول او المواجهتين دول مش مقياس للحكم على مستوى النادي الاهلي. لا خالص مش مقياس، لانه انا امبارح كسبت 6-1، هل ده معناه ان انا قوي جدا وما عنديش مشاكل؟ لا، النادي الاهلي عنده مشاكل، عنده مشاكل مستمره من الموسم اللي فات، خصوصا في الجزء الدفاعي، وعنده قوه هجوميه لسه ما اضافتلوش مع اللعيبه اللي هتدخل جديد. فهي الفكره كلها انه ممكن يكون النادي الاهلي قدم مباراه امبارح 6-1، لكن هو هل انت حسيت امبارح في النادي الاهلي قوي؟ لا، النادي الاهلي حتى هو بيلعب بربع قوته او بنص قوته قادر يفوز 6، وكان قادر يفوز اكتر من كده. ما هو يمكن عشان الماتش سهل زي ما انت بتقول، وعشان يعني في غزاره في الاهداف وفي اطمئنان لانك انت حسمت النتيجه خلاص، وانه من المستحيل ان الفريق قدامك يرجع. طبيعي جدا، وبيحصل على مستوى مش بس الاهلي، على مستوى كل الفرق الكبيره، انه اللعيبه بتلعب باقل مجهود ممكن، او يعني ما حدش مدي الاهتمام. ما انتش بتلعب الترجي على مباراه تاهل او مباراه فاصله او يعني، او بتلعب الوداد او بتلعب سان داونز، يعني فاهم، انت بتلعب خصم خلاص النتيجه اتحسمت، وبالتالي تخاف على نفسك من اصابه، تخاف على نفسك من احتكاك، مش محتاج مخزونك البدني وانت عندك مواجهه مهمه وعندك منافسه شرسه. يعني اللعيبه كل واحد في مركزه عارف انه بدايه من مباراه الاسماعيلي التشكيل تقريبا مش محسوم، فكل محتاج يبقى بيحافظ على نفسه. المجموعه اللعيبه اللي موجوده خلاص ما حدش ضامن مكانه، لان احنا بدانا الموسم بياسر ابراهيم ورجع بدري ونون، ايمن اشرف هو اللي مستمر، بدانا بعلي معلول امبارح، محمود وحيد اخذ دقائق لعب، بدانا بمحمد هاني وبعدين دخل اكرم توفيق في نص الملعب. انت عندك اكرم توفيق وضيف عليهم كمان ثلاثه لعيبه زي عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. الجزء الهجومي انت امبارح شفت ان كهربا كويس، واحد من نجوم اللقاء كهربا امبارح، عنده هدوء مستعاد جزء كبير جدا من مستواه. مش كهربا اللي احنا متعودين عليه، او النادي الاهلي اشتراه علشان الجماهير تشوفه، لكن في الاخر اللعيب بيأدي بشكل كويس. ضيف على المجموعه دي مكسوني، ضيف بيرسيتاو، ضيف مجموعه اللعيبه اللي دخلت، محمد شريف مش بيأدي احسن حاجه من مباراه السوبر لحد دلوقتي، مش بيأدي احسن حاجه حتى مع المنتخب، سجل هدفين. لكن هكلمك على شريف شويه. يعني شريف بالنسبه لجمهور نادي الاهلي، وبالمناسبه يعني جماهير نادي الاهلي مستوعبه، وده اللعيب اللي بيبقى له رصيد، يمكن مش في تألقه او في مستواه الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. ناس رابطه بين ده وبين استبعاده من المنتخب وعدم مشاركته مع كارلوس كيروش، هل انت مع وجهه النظر دي؟ وايه اللي تقوله لشريف في الفتره اللي جايه؟ بالنسبه لي محمد شريف لا، يعني لعيب كمهاجم هو عنده مميزات كتير جدا، بتضيف حاجات كتير جدا للنادي الاهلي، والدليل انه الولد او اللاعب يعني انتهى الموسم اللي فات هو هداف افريقيا وهداف الدوري. هل هو عنده خبرات كفايه ان هو يتعامل مع فكره استبعاده من المنتخب وهو رقم واحد في مصر؟ هي دي ممكن اللي يكون فيها مشكله، انا ما اتعاملتش معاها. شايف انه حاله عدم التركيز، الناس شايفه انه شريف مش هو شريف اللي متعود عليه، مش هقول مش مركز، لانه مركز، لانه امبارح يعني صحيح في بدايه المباراه ضيع كره سهله قوي ما ضيعهاش محمد شريف في الظروف الطبيعيه، لكنه جاب بعدها كره صعبه وكره تقريبا كانت شبه ميته في دربكه الى اخره، وعرف يخلص ويجيب جول. لكن عايز اقول، هل شايف انه المستوى ده او تراجع شريف نسبيا عن المردود اللي كان بيقدمه والناس متعوده عليه مرتبط بعده من المنتخب، وازاي بقى يعدي الحته دي؟ هي دي الخبرات، انه هل اللاعب ده فعلا قادر يتعامل مع فكره ان انا رقم واحد في مصر واستبعدت من المنتخب؟ هي دي الفكره، انه ممكن تكون دي اول تجربه ليه. محمد شريف اول تجربه ليه يروح المنتخب، وراح المنتخب واستمر وكان بيأدي اداء كويس، بعدين اتنقلنا لمرحله استبعاده من المنتخب. ممكن يكون استبعاده من المنتخب له تاثير على اللاعب. أيوة. يعني ممكن يكون اللاعب حاسس انه انا ازاي اكون رقم واحد ويتم استبعادي، خصوصا انه الحقيقه ان احنا ما شفناش قوه كبيره قوي لمنتخب مصر في الهجوم، وما شفناش تبديلات. فانت حتى ما يعني انا عندك مش رقم اربعه، يعني رقم واحد لاعب ورقم اثنين وثلاثه ما لعبوش، طب انا مش رقم اربعه حتى. فان انا اكون رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا وهداف دوري الابطال وهداف الدوري المصري ويتم استبعادي، اكمل شغل. مطلوب مني ان انا افضل اكمل شغل لحد ما اوصل للنقطه انه انا ارجع مكاني تاني. بس الفكره كلها انه احنا طلبنا ده بشكل لطيف، يعني انه لازم الناس تقول لنا هو ليه. هو في الاخر منتخب مصر بتاع الجمهور وبتاع اتحاد الكوره وبتاع الناس وبتاع مصر كلها،
فلما يكون في لعيبه مهمه بتستبعد لازم يكون في اسباب، خصوصا كمان ان المنتخب كسب، فالمنتخب اوريدي قدم نسخه كويسه وخصوصا في المباراه الثانيه، مباراه ليبيا الثانيه العوده المنتخب قدم نسخه كويسه، فكان ممكن بعدها اجواء لطيفه اطلع اقول والله انا استبعدت الراجل عشان 1 2 3. لكن ان انا استبعد رقم واحد في مصر ومفيش اسباب واضحه، لانه هو عدد، الموضوع بسيط، هو في رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه، انا عندك اربعه لان الثلاثه راحوا بس اثنين ما شاركوش. محمد شريف ممكن يكون كل ده دار في عقله وممكن يكون كل ده اثر فيه شويه، بس بالنسبه لي لا، انت لاعب في النادي الاهلي، ما هو انت لما كنت هداف انبي، مع احترامي الانبي، انت ما انضمتش للمنتخب، فانت طول ما انت في النادي الاهلي حتى المستوى العادي مش بس المستوى الهايل هيحطك في مكان كويس، فاستمر في الشغل، اوصل لاعلى نقطه تقدر توصل لها في شغلك، كان في التمرين او كان في المباريات، ركز 100% واكيد هترجع، مستواك هو اللي هيرجعك. فدي وجهه نظري فيما يخص موضوع محمد شريف، لانه هو حصل ان احنا اللي تم استبعادهم كان محمد شريف وقفش. احنا شفنا امبارح نسخه من قفشه كويسه، ايوه هي النسخه اللي احنا متعودين عليها، مش بقول ان دي فرق في المنتخب، قفشه فرق مع الاهلي في ماتش امبارح، يعني هل تعتبر ان وجود قفشه امبارح كان حاجه محوريه او سبب رئيسي في 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 يعني مش عايز اقول تحول قوي عشان ما بالغش، انا برضو شايف انه 6-1 ده طبيعي جدا وباقل مجهود تعملها فرقه الاهلي، بس خلينا نقول ان في فرق في خلال اسبوع، فتره زمنيه مدتها 7 ايام ومع نفس القسم، انه هل قفشه شايف انه كان سبب رئيسي في تغير شكل الاهلي؟ لو عندي مكان في مجموعه موظفين، مجموعه الموظفين دي بتبذل مجهود كويس قوي، بس مجموعه الموظفين محتاجين مدير شاطر علشان يحط كل حد في المكان الصح بتاعه. تمام. محمد مجدي قفشه واحده من اهم مميزاته انه هيحط لك التمريره زي ما انت عايزها مش زي ما هو عايزها. يعني لو انت عايز التمريره في المساحه هتاخدها في المساحه. لو عايز التمريره في رجلك هتاخد التمريره في رجلك. فهي الفكره انه وجود قفشه طول الوقت في النادي الاهلي هو اضافه للنادي الاهلي. اضافه لمجموعه اللعيبه اللي موجوده. أيوة. لان هو اللي هيخلي كل حاجه لك سهله. مين هينافس قفشه السنه دي على المركز ده؟ اعتقد مكسوني هو الاقرب. مكسوني. هو الاقرب، هو اللاعب اللي عنده مميزات، فيجن واسعه، حركه فيها سنه بطء اللي هو البطء المطلوب للبلاي ميكر. ازاي اقدر اتحرك المساحات اللي بتحرك فيها. الماتشين اللي شفنا فيهم مكسوني كان عنده حته ان انا قادر انزل اخد من الاثنين سنتر باكس بتوع فرقتي والديفندرات، فدي حاجه بتدي انديكيشن انه الولد هو قادر يكون بلاي ميكر. ايوه. واعتقد محمد محمود كمان. ومحمد محمود، محمد محمود كنت مستني محمد محمود في ماتش امبارح؟ لا. ليه؟ انا لانه هي الكوره ممكن تكون عند الجمهور، الجمهور اكيد يحب يشوف لعيبته كلها، خصوصا اللاعبين اللي عندهم كريدت كويس واللعيبه اللي بتقدم مستوى كويس. محمد محمود غايب تقريبا من يناير 2019. تمام. احنا بنتكلم تقريبا في موسمين. انا على مدار الموسمين دول انا كجمهور انا اصلا ما شفتوش في التمرين. فعلى انهي اساس احكم ان هو لازم ياخد ده لعب؟ لا بس الفتره اللي فاتت واحنا بنتابع فتره استعداد الاهلي، وانت متابع التمرين بشكل يومي، يعني كل الكلام بيقول ان محمود، محمد محمود مركز جدا وفورمته يعني هياش بعيده قوي، فكنا متوقعين، كنت بقول حتى في بدايه الحلقه انه انت كسبان 5 في الدقيقه 72 والمباراه فاضل فيها ربع ساعه والمباراه اتحسمت، كنا ناس كانت بتقول كده، ليه محمد محمود مثلا ما خدش 10 دقائق ربع ساعه؟ عشان انا عشان تحكم عليه تديله، لانه انت عارف الماتشات غير التمرين برضه. ما هي الماتشات غير التمرين، علشان كده انا لازم اختار كويس قوي الميعاد اللي يرجع فيه لاعب زي محمد محمود مصاب تقريبا داخل في سنتين. تمام. وصل لرقم سنتين في الاصابه، المعدل بتاع اللياقه مش احسن حاجه، ممكن يكون شكله فات. أيوه. بس الشكل الفات ده مش لازم ان هو طول الوقت هيطلع احسن حاجه في الملعب على المستوى البدني، فانا عشان ما اخسرش الولد خصوصا في المباراه الافريقيه اللعيبه كانت بتلعب بقوه جدا، كانوا بيستخدموا العنف اوقات، فانا احسن لي ان انا احافظ على اللاعب بتاعي بدل ما ابقى بكسب 6-1 في مباراه انا فنيا ما استفدتش منها وفي النهايه بخسر لاعب. انا بالنسبه لي شايف ان محمد محمود مهم قوي لموسم النادي الاهلي، مهم لراحه قفشه، مهم لمكسوني، مهم للمجموعه. طيب خليني اسالك على قبل ما ادخل في ماتش الاسماعيلي، عايز اسالك على اهلي الموسم الجديد.
انت تقريبا يعني بحكم شغلك او بحكم يعني نقطه القوه عندك في فكره تحليل الاداء وكده، بالتاكيد قاري كويس قوي قماشه النادي الاهلي، وعارف قاري كمان امكانيات كل لعيبه. هل شايف انه الطريقه الامثل من وجهه نظر شريف، الطريقه الامثل لاستغلال الاسماء اللي موجوده في سكواد النادي الاهلي تحتم على مستر موسيماني انه يغير طريقه اللعب، ولا من الافضل انه يثبت طريقه اللعب ويختار العناصر الانسب من قماشه الاهلي لتنفيذها؟ انا بالنسبه لي تغيير طريقه اللعب دي قصه كبيره قوي. يعني عشان تغير طريقه اللعب فبنتكلم ان تقريبا انت مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي معظمها محليين. النادي الاهلي عنده 5 بس محترفين. تمام. 5 المحترفين ممكن يقدروا يطبقوا 4-3-3، خصوصا ان الخمسه المحترفين في 2 اصلا مدافعين. فاحنا بنتكلم ان الصعوبه في 4-3-3 في الثلاثه بتاع النص الملعب بتاع قلب الملعب والثلاثه المهاجمين، دي الصعوبه في الطريقه. طيب انا عندي مجموعه اللعيبه دي، يعني محمد شريف ومحمد مجدي قفشه وكهربا ومجموعه اللعيبه اللي موجوده دي كلها السن اللي هو من 23 ل 26 27 السن ده، اول ما بدا يلعب 11 بدا يتحول من قطاعات الناشئين من الملعب السباعي لل 11 كان عنده تقريبا 13 سنه. الكلام ده من 10 سنين. مصر بدات تلعب 4-2-3-1 تقريبا من 2009 2010. فاللاعب ده ما جاتش عليه لحظه لعب 4-3-3. مفيش مدرب في قطاعات الناشئين كلها قال له تعالى هعلمك ازاي تلعب 4-3-3، لان اللاعب ده ما مرش بده. فانا عشان اعمل ده مع اللاعب، هو بروفيشنال دلوقتي، هو لاعب محترف، بس اللاعب المحترف هل هو عنده مخزون ثقافه كفايه تكتيكي ان هو يقدر اقول له العب 4-3-3 فينفذ كويس؟ ما اعتقدش. وجهه نظري انا ما اعتقدش. تمام. مدربين قطاعات الناشئين في مصر كلها زي ما بتلعب الفرق الاولى هم بيلعبوا. فانا مش متوقع ان في مدرب مر على مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعبهم 4-3-3 من وهم ناشئين، مش دلوقتي. فانا عشان اعمل ده دلوقتي انا محتاج وقت، محتاج فتره اعداد، ومحتاج مباريات وديه اتعلم فيها. فوجهه نظري إن ثبات الطريقه، ثبات الطريقه ده احسن حل. التشكيل الامثل اللي يناسب طريقه مستر موسيماني ويبقى عنده قدره على انه يغير شكل واداء كرة النادي الأهلي، هيكون سؤالي ليك، أسمع أجابته منك بس بعد الفاصل. قبل الفاصل سألت شريف هل أنت شايف أنه إيه القماشة اللي مع مستر موسيماني تسمح له؟ أنا بتكلم دلوقتي جمهور، يعني عشان يعني بتكلم من وجهة نظر المدرج، تسمح له أنه يغير طريقة اللعب فيمتعنا، يقدم لنا كرة هجومية شاملة، يرجع لنا الأهلي؟ طبعا انت على مستوى الالقاب ما اقدرش اقول انه راجل، لا راجل عامل مشوار محترم جدا، لكن بتكلم على شكل واداء الفريق، وخصوصا انه الصفقات الجديده فاتحه نفسنا قوي على الموسم اللي جاي. فبالتالي كنت بساله هل شايف انه ممكن مع الوجود الاسماء الجديده دي شكل طريقه اللعب يختلف؟ قال لي لا، صعب جدا عشان ثقافه اللعيبه، وصعب جدا انه ما فيش وقت عشان تغير طريقه لعب، ده محتاجه وقت كبير. وبالتالي انا كان سؤالي ليه، هل شايف انه في اسماء تفرض نفسها على تشكيله مستر موسيماني تقدر تطبق نفس الطريقه 4-2-3-1 وتغير في شكل اداء النادي الاهلي، تحسسك بطعم الكوره مع طعم كره النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها؟ هتضيف جوده. هتضيف جوده بس. جوده. يعني انا ممكن لاعب في موقف 1-1 فما يعديش فانا احس الاهلي وحش، لكن لاعب تاني في نفس الموقف 1-1 يعدي ويسجل فانا احس ان الاهلي كويس. اوكي. تكتيكالي لا، هو النادي الاهلي هو. ايوه. مفيش فرق. يعني انت بتتكلم هنا انه الفارق يصنعه امكانيات اللاعبين الفرديه. بالظبط، ده اللي هيصنع الفارق، لكن على مستوى جوده التكتيك بتاع الفرقه لا، هو النادي الاهلي تقريبا ما اتغيرش من وقت ما وصل موسيماني لحد النهارده. طيب. كان في عيوب اتعالج جزء منها، وفي جزء لم يعالج لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. الجزء اللي لم يعالج للاسف هو منور قوي لانه جزء دفاعي. بس هو مش بالفداحه. يعني هي اخطاء بسيطه تعالج، لكن احنا كنا بنسيب اكسكيوز كبير قوي طول الفتره اللي فاتت انه حقيقي ما كانش في وقت للمعالجه. ما كانش في وقت اعالج، ما كانش في وقت حتى انا كمدير فني اقعد اتفرج على ماتشات فرقتي عشان اشوف فرقتي من فين مشكلتها. ده ما كانش موجود. النهارده دخل محلل اداء جديد بطاقه جديده، فطبيعي ان هو يبدا يشتغل على ماتشات الاهلي. ايوه. مع محلل الاداء اللي كان موجود مع مستر موسيماني. بس انا عندي وجهه نظر فيما يخص الامور بتاعه التكتيك.
انت كمدير فني طبيعي يعني نشرحها شغلتي انا كمدير فني هشرحها بقى ببساطه للناس. انا باجي بدخل مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده، هنفترض ان معايا 35 لاعب، فالمدربين مدارس، في مدرب بيجي يدي البلان بتاعه للناس الاسيستنتس، خد اشتغل ده في التمرين، فهو بيقف يوبزرف التمرين كله ويبدا يعدل الشغل بتاعه. في مدرسه تانية بينزل الملعب يشتغل بايده بس بيوزع البلان على كل مجموعه، لو عندي 2 3 مدربين، مدرب مثلا هيشتغل مع مجموعه المدافعين والمهاجمين وهكذا، بديله البلان بتاعه اللي هيشتغل بيه وهطلب منه الشغل، وهطلب منه ان انت اللعيبه دي واقفه في المرحله دي، انت في نهايه التمرين المفروض توصل لكذا، وانا اروح اتابع نهايه التمرين اللي هو المفروض يكون وصل، وانا في خلال ده ببدا لو انا شايف ان في حاجه ما بتتصلحش والراجل الاسيستنت مش بيعدل مش بيقول انستراكشنز، فهدخل هقول يا جماعه اعملوا كذا. لما انت يكون عندك 35 لاعب ويكون الملعب فيه 2 مدربين، مدير فني ومدرب عام، هنقسم المجموعه ازاي؟ ميك سنس ان احنا الاثنين هنشتغل مع 35 لاعب، ايوه يا احنا الاثنين كل مدرب فينا هيشتغل مع 12 13 لاعب، هل ده شيء منطقي؟ للاسف بروفيشنالي لا، احتراف بشكل احترافي لا. فلازم ان النادي الاهلي زي ما اضاف محلل اداء يضيف 2 3 مدربين كمان، الاثنين 3 المدربين علشان اقدر بسهوله اوزع مجموعه اللعيبه اللي موجوده عندي، فمجموعه اللعيبه اللي موجوده عندي لو حد عنده مشكله فرديه اقدر اشتغل معاه، او لو لاعب بيسبب لي مشكله جماعيه اقدر برضه اشتغل معاه. طيب هكلمك على حته الانسجام شويه يا شريف، يعني هقول لك ثنائيات وتختار لي دايما الافضل. انت عارف ان الاهلي عنده وفره الحمد لله الموسم ده في كل المراكز تقريبا، يعني في كل مركز ممكن تعد 1 و2 و3 و4 كمان، تمام؟ فلو جينا مثلا قلب الدفاع، الثنائيه الافضل من وجهه نظرك عندك، هتكلم على الجاهزين، عندك ياسر، ايمن، بدر، ربيع، وان شاء الله باذن الله هيتضاف ليهم قوه ضربه دفاعيه باذن الله ان شاء الله قريب جدا جدا، هتشوفوا كابتن محمود متولي في الملعب باذن الله ان شاء الله. انا بالنسبه لي لو متولي جاهز فانا الثنائيه الافضل بالنسبه لي هي بدر ومتولي. بدر ومحمود متولي، اه دي الثنائيه الافضل بالنسبه لي، او اللي انا كشريف عايز اتفرج عليها في النادي الاهلي، تمام، وحاسس انها الاقوى، هي الاثنين مع بعض هيمثلوا قوه كبيره قوي، لان في شويه حاجات ناقصه في ما بين الثنائيه اللي موجوده دلوقتي. أيوة. للاسف هيعدلها محمود متولي. طيب الجبهه اليمين، ثنائيه الجبهه اليمين مع بعض، عندي ورا محمد هاني اساسي لفتره طويله جدا في المركز ده، اكرم توفيق توظف فيه واعتقد انه نجح بشكل كبير في انه يؤدي سواء اهلي او منتخب، وعندي كريم فؤاد واحد من الصفقات المنتظره واللي الجمهور حاطط عليه امال كبيره جدا، يلعب يمين يلعب شمال بس يعني محسوب على اليمين اكتر، فبالتالي عندي 3 اسماء ورا في ناحيه اليمين، وعندي قدام عندي حسين الشحات يمين، عندي تاو بيرسي تاو يمين، وعندي اعتقد يعني ممكن تلعب عمار في الحته دي اعتقد، وميكسوني كمان ممكن يلعب يمين. الدويتو الاقوى من وجهه نظر شريف هاني والشحات، هاني والشحات مش اكرم. اكرم لعيب موهبه، لعيب بوتنشل، ولعيب مهم جدا للنادي الاهلي، وقدم جوده مختلفه، بس انا لازلت بشوف المباريات للاسف بعين شغلتي عين المدرب والمحلل. طيب اكرم لحد دلوقتي مش بيقدم، هو بيقدم نسخه يعني جوده لاعب حطيته في مكان بقى شاطر قوي، بس أوكي. هو الجزء البوزيشننج لا، هو بيمس بوزيشن كتير للاسف، بس هو كجوده لاعب طيب. انا شايف انه يعني يستحق دقائق لعب كتير طبعا، ورجوله اكرم وروحه في الملعب بتعوض حاجات كتيره جدا عنده بصراحه، يعني الرجوله والروح دي يعني ما شاء الله ما شاء الله بصراحه، يعني اتمنى اتمنى اشوف الروح دي، الغل اللي في الكوره ده انك تقاتل على كل كوره، انك لغايه اخر ثانيه بتقدم اقصى ما عندك، اتمنى ان شاء الله باذن الله. طيب نروح الناحيه الشمال، عندي معلول وهحط برده معايا كريم فؤاد، وهحط معايا محمود وحيد، وهحط معاهم ايمن اشرف بما انك انت طلعت ايمن بره المساكين، فهحط ايمن في الناحيه الشمال، وقدامهم عندي طاهر، عندي كهربا، عندي احمد عبد القادر، وتعاون ميكسوني الاثنين، وتعاون ميكسوني ماشي. انا لو اخترت يعني بما اني اخترت حسين يمين ف 100% هختار تاو شمال مع علي معلول قلب الملعب عندي اكرم
بما انك انت حطيت هاني في اليمين، فاكرم يدخل في قلب الملعب مع السولية مع ديانج مع حمدي فتحي. اقوى اثنين من وجهه نظرك لو الاهلي يلعب باثنين في الحته دي؟ ديانج والسولية. ديانج والسولية. راس حربه اساسي بالنسبه للنادي الاهلي الموسم الجديد او اللي تتوقع انه، انا عارف انك انت ليك راي، قول 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 ما تتكسفش. انا طب بتراهن على حسام؟ اه بتراهن على حسام حسن. انا اتمنى ان حسام حسن ياخد ده يلعب. طيب يبقى كده تحط لي تشكيل اهلي، انت قلت مش هتغير الطريقه، فهتحط لي التشكيل الاهلي الامثل لبدايه الموسم. الامثل لبدايه الموسم؟ اه اللي نتوقعه بقى في ماتش الاسماعيلي او اللي بتراهن انت عليه في ماتش الاسماعيلي. في ماتش الاسماعيلي هو هيبقى علي لطفي، بس طبيعي ان الشناوي هو الحارس تمام. الاول. اكرم اللي هيلعب في ماتش الاسماعيلي، بس انا اتمنى انه هاني اللي يلعب. علي، ايمن، بدر، دي المجموعه اللي هتلعب في خط الظهر. ديانج والسولية، محمد مجدي، قفشة. توقعاتي انا ان تاو هيبدا اساسي، بس مكسوني هيريح هيقعد على الدكه، وحسين هيلعب هو وتاو، وهيلعب قدامهم محمد شريف. ده التوقع. بس ده التوقع ماتش الاسماعيلي. ماتش الاسماعيلي التشكيل الامثل على مدار الموسم من وجهه نظرك اللي هيطلع اقوى صوره او اقوى نسخه للنادي الاهلي. شناوي، محمد هاني، علي معلول، بدر، متولي لما يجهز ان شاء الله يرجع بالسلامه، ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات شمال، بيرسي تاو يمين. ايوه. وحسام حسن. طب اكلمك شويه عن ماتش الاسماعيلي وازاي بتشوف المواجهه. احنا بنبتدي الموسم بمواجهه يعني ناريه، الاهلي والاسماعيلي، ديربي من دربيات الكره المصريه. متوقع ايه شكل واداء الاسماعيلي، شايفه ازاي ظروف سبقه الموسم وانطلاقه الاهلي في الموسم الجديد؟ انا عندي توقعات ان الاسماعيلي هيمر بازمه تقريبا شبه الموسم اللي فات، لان الاسماعيلي بدا الموسم اللي فات بشكل منهاب، شكل تاني مع ايهاب جلال بصراحه. بدا بشكل وبطريقه، وكمل بعد كده بشكل وبطريقه تانية في نص الموسم لما حاول يصعد مجموعه ناشئين، ونهى مع الكابتن ايهاب جلال بشكل مختلف تماما وبطريقه مختلفه. أي. وباسلوب مختلف. فانا عندي احساس ان اللي حصل ده مع جوده اللاعبين اللي موجوده في الاسماعيلي مش هتخلق احسن حاجه للاسماعيلي مع بدايه الموسم. بس الاسماعيلي بيجي قدام الاهلي وبينسى كل الحاجات دي، يعني تبقى مواجهه الاهلي والاسماعيلي بالنسبه لفرقه الدراويش بطوله. هما بيجوا قدام النادي الاهلي بصرف النظر عن ترتيبهم ايه في الجدول، بصرف النظر عن ظروفهم ايه، مقدمات ما قبل المباراه ايه، بيقدموا احسن واقوى اداء ليهم على مدار الموسم كله. بالتالي يعني فرقه الاسماعيلي لو بتلعب قدام الفرق الدوري كلها زي ما بتلعب قدام الاهلي هتنافس مع الاهلي والزمالك. ده لان انت بتسيب، يعني انا اسف بس ده لان انت بتسيب مساحه لده. انت انت نازل عارف ان ده ماتش ديربي، ده مش ماتش زي اي ماتش. فانت كلاعب لازم تكون مهيئ، انت كمدير فني لازم تكون مهيئ ان انا لو ببذل في معظم الوقت 70 80% من طاقتي، لا انا نازل اعمل 120. ليه؟ لان انا عارف ان المنافس هيعمل 120. ايوه. فاحنا الاثنين لو اتحطينا على نفس السكيل بتاع الروح القتاليه هنوصل لمرحله ان ساعتها الفنيات هتحكم. والفنيات فرق الجوده كبير بين الاهلي والاسماعيلي. مواجهه سهله من وجهه نظرك بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا، هو مفيش مواجهه سهله. احنا كنا قلنا الكلام ده قبل ماتش الجيش، مفيش مواجهه سهله. في الاخر كوره، في الاخر 11 لاعب، في الاخر في توفيق، بس قبل كل ده في شغل. لو انت اشتغلت كويس قوي على الفرقه اللي انت هتلاعبها، وعرفت الفرقه اللي انت هتلاعبها ايه مميزاتها وايه عيوبها، واشتغلت على ده وحفظت لعيبتك واشتغلت معاها، في امور كتير زي الروح القتاليه انا اسف مش هيكون لها قيمه. ليه؟ لانه خلاص انت بتشتغل فني في الملعب. فانا شايف ان جزء هيقع على موسيماني وجزء هيقع على اللعيبه انها تكون مدركه قيمه ان دي مباراه الاهلي والاسماعيلي. طيب اختم معاك بافضل ثلاث لاعبين في مباراه النيجر الاولى، واسمع رايك في افضل ثلاث لاعبين في مباراه النيجر الثانيه امبارح. المباراه الاولى اللي اتلعبت هناك واللي الناس ما كانتش مبسوطه قوي من الاهلي فيها، اختارت الجمهور اختار اكرم توفيق رقم واحد، علي معلول رقم اثنين، علي لطفي رقم ثلاثه. هينفع ما نختارش؟ مفيش. بصرف النظر يعني نسبة التأكيد في لعيبه يمكن الاهلي ككل ما كانش جماعي، الاهلي ما بذلش اي مجهود، لكن بالتاكيد في لعيبه اجادت. هو الاهلي ما بذلش مجهود في المباراه. بصرف النظر ما ينفعش اصدم لعيبه اجادت، يعني حد يقدر يختلف انه اكرم توفيق في ده اختيارات جمهور بالمناسبه مش كلامي انا. اوكي. حد يقدر يختلف انه الاهلي ما كانش في يومه، بس اكرم توفيق عمل جيم تمام جدا. اكرم كان كويس. ليه اظلم اكرم عشان الاهلي كله كان وحش او كان مش موفق في المباراه؟ عدد الدقائق اللي اخذها اكرم ما تعملش منه مان اوف ذا ماتش، بس هو عمل دقائق كويسه.
ده راي جمهور في النهايه. انا بقول لك، انا مش بقول لك يعني، انا بقول لك انا سالت الناس انتوا وجهه نظركم افضل ثلاث لعيبه في الاهلي، قالوا لي اكرم، علي، علي معلول، لطفي. تمام. انت متفق مع ده ولا مختلف؟ بس لا، لو على الترتيب ده بالترم ده متفق. بس انا مش يعني لو انا هختار انا كشريف، لا انا مش هختار ولا واحد. ما انت لو بتقيم على مدار موسم، احنا مش بنقيم مباراه، بنعمل ده عشان بنقيم على مدار موسم ماتش بماتشه مين افضل ثلاث لعيبه ويخش سكور شيت، فنعرف مين افضل لاعب في الموسم مع نهايه الموسم. مع نهايه الموسم. اوكي. تمام. طيب بناء طبعا على رغبه الجمهور او راي الجمهور مش راينا احنا، خلينا ناخد رايك في افضل ثلاثه امبارح. اكرم رقم واحد. اكرم رقم واحد. كهربا، علي طبعا. اكرم، كهربا، علي طبعا. علي لطفي. علي مين؟ لطفي طبعا. لطفي. شايف علي كان من نجوم المباراه امبارح؟ انا شايفه كان من نجوم المباراه، وشايف انه كمان نفس الرساله تقريبا اللي احنا قلناها لحسام حسن هنقولها لعلي لطفي. لازم تكون مدرك ان انت جوه النادي الاهلي النجم، فلازم الاتيتيود بتاعك بين الثلاث خشبات وجوه منطقه الجزاء لازم يكون اتيتيود نجم. لازم لما المدافع اللي قدامك يغلط انت تزعق وتعمل كل اللي المفروض تعمله كحارس مرمى. ناخد الرياكشن بتاع علي اللي انت عايز تعلق عليه سريعا جدا. ناخد رياكشن علي لطفي امبارح. انا قلت لكم ان الولد الحقيقه مفيش فرصه جات له ما اثبتش ذاته ووجوده فيها، او مفيش مباراه شارك فيها ما كانش على قد التحدي وعلى قد حراسه مرمى نادي بحجم النادي الاهلي. انا عايز بس نركز في اللحظه دي اللي هي وهو بيقوم. لا ده مش اتيتيود حارس مرمى. لا انت في مشكله، في مشكله حصلت من مجموعه المدافعين، انت لازم تقوم تزعق عشان تفوق الناس. حتى لو المباراه فنيا مش اقوى حاجه لازم تقوم تزعق عشان تفوق الناس. دي حاجه تانية ممكن نعلق هنا. هنا هو ايمن هو هو راجل بيزعق اهو. ايوه هنا بقى ايمن يعني انا بس نركز مع ايمن، معلش نرجع من الاول لحظه بس. من الاول خالص. ايوه هي الكره دي على فكره كان في كره في الملعب برضو دي نوعا ما. هي الكره اللي في منطقه الجزاء اللي جنب اعلان. لو نقف لحظه هنلاقي وفي وعلي معلول اعتقد بيشاور هنا ان في كره دخلت الملعب، فاللعيبه مش علي وايمن الاثنين بيتكلموا. بس انا هعلق على ايمن في حاجه. ايمن كابتن النادي الاهلي. فككابتن النادي الاهلي ما ينفعش يكون الاتيتيود في كل وقت، لان هو حصل النهارده في مباراه النيجر للاسف مش هينفع يحصل في اي وقت تاني. لو ركزنا مع الكوره بتاعت ايمن، ايمن شايف الراجل بيلعب، ادى ظهره للكوره وتحرك بخطوات بطيئه جدا ومش شايف الكوره اصلا. فلا ده ما ينفعش. حاجه من الاثنين، يوقف اروح اجري، اوقف الكوره اللي بتحصل، احط رجلي على الكوره اللي في الملعب. فالحكم يشوف ان في كورتين في الملعب فيوقف، او ان انا اشتغل كأن مفيش كوره في الملعب. هي الكوره دي اتلعبت يمكن بسرعه جدا. لكن ان انا مشهد ارتباك بس إن هو ما نقدرش نقول عليه حاله يعني انا مش انا ده استثناء. ايمن مش ده مش القاعده بتاعت ايمن، ده الاستثناء، واحنا دايما مش بنعلق على الاستثناءات. لكن مهم جدا ككابتن فريق النادي الاهلي انت مش تدي ظهرك للكوره وتروح تسيب الكوره بتتلعب وما تبقاش مركز علشان شايف كوره في الملعب والحكم ما عملش حاجه. لا انا هشتغل 100% على كل كوره لحد ما الحكم يتصرف. بس انا اكتر حاجه يمكن بسطتني وده اتمنى ما يكونش بيأثر على اختياراتكم في افضل ثلاث لاعبين وان كان يستحقها بصراحه يعني، لكن انا من الحاجات اللي بسطتني امبارح في ماتش امبارح علي لطفي. علي لطفي مش بس الموسم ده لكن الموسم اللي فات، وافتكروا معايا ماتشات كتيره جدا كانت صعبه جدا، وكان جمهور النادي الاهلي هقولها بمنتهى الصراحه حاطط ايده على قلبه لغياب الشناوي، واهمها يمكن مباراه الزمالك في الدوري. لكن مفيش مره جات الفرصه لعلي الا واثبت كفاءه، وانتوا بنفسكم انتوا جماهير النادي الاهلي اخترتوه كاسم من ثلاث اسماء كافضل لاعبي النادي الاهلي في الماتشات اللي هو خاضها. وانا الحقيقه امبارح اتبسطت بيه جدا، كل التوفيق ليه وكل الدعم ليه في مشوار الاهلي اللي جاي. انا بيتهيألي حارس كبير جدا بيطمنا حتى في حاله عدم وجود الشناوي، وان شاء الله باذن الله يكون واحد من افضل المواسم بتاعته. اشكرك، وقبل ما اختم الحلقه لازم اهني ابو صلاح، لان النهارده ابو صلاح سوبر صلاح سوبر مو، والنهارده مع ليفربول في مواجهه اليونايتد، ديربي كنا مستنينه والحقيقه ادانا اللي احنا عايزينه اكتر كمان. مش بس ليفربول انه فاز بالمباراه بسكور كبير جدا، لكن نجمنا محمد صلاح عمل اسيست ولا اروع لنبي كايتا في بدايه المباراه، وجايب هاتريك في مباراه او في ديربي يونايتد ليفربول. صلاح رونالدو وفين على الاولد ترافورد
قلعه المان يونايتد. كل التوفيق لنجمنا المصري، وباذن الله ان شاء الله يكون افضل لاعب في العالم الموسم اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا شريف. شكرا. وان شاء الله موسم جديد بيبتدي، هيكون لينا طبعا لقاءات، وبنسعد دايما ان احنا نسمع رؤيتك وتحليلك. بتهيالي انت واحد من الناس اللي ليها بصمه خاصه جدا في الرؤيه والتحليل. شكرا. اشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل على كل خير بكره ان شاء الله على شاشه النادي الاهلي في السادسه. تحياتي لحضراتكم.